في موسم 2014-2015 تم انتقال طارق حامد من نادي سموحه لنادي الزمالك مقابل 8 مليون جنيه، وكان ده وقتها وقت الوقت ده كان اكبر صفقه للاعب. كواليس الصفقه دي كانت ايه؟ خاصه ان طارق حامد نفسه صرح ان هو عايز يلعب في الزمالك. ايه الكواليس بقى التعاقد الاهلي وتعاقد الزمالك وايه اللي حصل؟ لا ما ده تم بسرعه البرق، عايزين طارق حامد وانا كنت متمسك بطارق حامد، وطارق حامد جالي البيت وقعد معايا وقال لي والنبي يا باشمهندس ارجوك ما تقفش في مستقبلي وفي طريقي وبتاع، خدت بالك؟ فوافقت على الانتقال. في الوقت ده انت طبعا بتكون عايز توصل لاعلى سعر، فاللاعب لما يصرح اللي هو عايز يلعب لنادي معين، هل ده بيقلل من فلوس الصفقه ولا بالنسبه لك بيبقى ايه؟ ما بقللش من فلوس الصفقه. طب ازاي وصلت الرقم الكبير ده في الوقت ده؟ كان في اصرار جامد قوي من الزمالك ان ياخدوا طارق حامد. هل توقعت ان انت كنت تبيعه بالرقم ده؟ ما توقعتش ان انا ابيعه اصلا، ما كنتش عايز ابيعه ابدا. يوم ما بعته حسيت ان جزء من جسمي اتخلع، يعني يوم ما بعته ده كان صدمه كبيره قوي زي حمودي برضه. صفقه انتقال ياسر ابراهيم من نادي سموحه لنادي الاهلي، في الوقت ده كان في رغبه من الزمالك في التعاقد مع ياسر ابراهيم، ونادي الاهلي عايز ياسر ابراهيم. مظبوط. طلع كلام في الوقت ده ان ياسر ابراهيم بل احلف لك بالطلاق لا ان هو مش عايز يلعب نادي الزمالك وعايز يلعب نادي الاهلي. لا لا صحه الكلام ده؟ لا لا، اولا برضه ياسر ابراهيم ده راجل شديد الادب تمام وشديد الاحترام وشديد الالتزام، وانا يعني سعيد ان انا تعاملت معاه، من الشخصيات الجميله جدا جدا اللي تعاملت معاه، دي اول حاجه. ثانيا الزمالك كانوا بعتين يعني كانوا غير جادين في التعاقد معاه، وكان هو ميال ان هو يروح النادي الاهلي، وكانوا الزمالك عايزينه باي طريقه. فانا قلت له دلوقتي انت تقول لهم انا حصلي صلاه استخاره، وتصلي صلاه استخاره وتستفتي قلبك، والمكان اللي انت عايز تروحه تروح بمنتهى الحريه. فهو طلب ان هو يروح الاهلي فراح الاهلي. بعد ما راح الاهلي، بعد ما الكابتن محمود الخطيب اشتراه مني، اشتراه بالليل، جالي تليفون من مكان اخر دفعوا 10 مليون جنيه ازيد. انا طبعي اذا اتفقت مع حضرتك حتى لو على جنيه انفذ لو على رقبتي. فرج عامل معروف ان هو اهلاوي، هل انت كان في لعيبه ممكن توديها الاهلي عن الزمالك ولا كان بالنسبه لك البيع؟ لا بص انا اهلاوي واحب الاهلي جدا، بس لما كنت سموحه يبقى سموحه الاول. مصلحه سموحه دي امانه متجرد من المشاعر، اللي مصلحه النادي اولا بنفذها. ايه كواليس انتقال حسام حسن من نادي سموحه لنادي الاهلي؟ والله الزمالك قعد يقول لي احنا عايزين حسام حسن سنه، وانا ماشي معاهم في الكلام، وطلع ان هم ما عندهمش قيد اصلا وما خدوش اي خطوه ايجابيه. وانا اعرت حسام حسن لليبيا بمبلغ كبير جدا يعني، واعرت معاه محمد الطرهوني لليبيا، انا كنت واخده منهم، رجعت اعرته لهم ب 300,000 دولار وحسام حسن تقريبا بمليون دولار. المهم وبعد كده جه حسام حسن، فالكابتن محمود الخطيب كلمني قال لي حسام حسن راح في حته، قلت له لا موجود، قال لي طب انا هاجي اقابلك دلوقتي، هل عندك استعداد ان حسام حسن يروح الاهلي؟ قلت له ما عنديش اي مشكله بس خلاص. وجي الكابتن محمود الخطيب واتقابلنا، مفيش خمس دقايق انتهى الموضوع. ليه حسام حسن ما ظهرش بنفس القوه اللي كان؟ ما ادولوش الفرصه، المدرب دلوقتي بيتكلم عليه جامد قوي، ما ادولوش الفرصه. معلش مع الاحترام موسيماني طبعا مدير فني على دماغي وكل حاجه، بس ما ادولوش الفرصه. هل الكابتن احمد سامي اتحسب على المهندس فرج عامر علشان كده مشي من لا ملهاش علاقه، هو انا اللي اكتشفت طبعا احمد سامي هو راجل ممتاز. دلوقتي انا لما سبت نادي سموحه ماليش علاقه اطلاقا ولا ليا دعوه باي حاجه، خدت بالك؟ وحتى لما ناس بتكلمني من النادي ولا كده يعني 99% انا برد السلام بس، لكن مش لا عايز اسمع ولا بتكلم ولا ليا دعوه بهذا. لو فرج عامر رئيس نادي سموحه حاليا كان هيسيب احمد سامي يمشي؟ هو ما كانش ابدا هيمشي، يعني خدت بالك؟ انا مريح جدا للناس اللي بتشتغل معايا. ما هو سعر بيع المهدي سليمان لنادي بيراميدز؟ 68 مليون جنيه. 68 مليون جنيه؟ واسمه ايه ده كمان اتباع ب 2 مليون دولار وشويه كمان، عبد الله بكري. افضل صفقه من الاهلي؟ احمد عبد القادر مثلا وناصر ماهر. افضل صفقه من الزمالك؟ مصطفى فتحي ومروان حمدي. اللاعب اللي اتباع من سموحه بشكل سريع جدا وبسهوله كان مين ده؟ المهدي سليمان واسمه ايه ده محمود عبد العزيز بسهوله، كلهم اتباعوا، صامويل افوم، جودون اطرام، كل دول بسهوله جدا. في الصفقات مين كان اسهل في التفاوض؟
محمود الخطيب ولا مرتضى منصور؟ الكابتن محمود يعني كلامه قليل جدا جدا ومحدد جدا، خدت بالك؟ لكن صعب جدا. ومرتضى منصور برضو صعب صعب، بس كنت انا ومرتضى منصور ببيع وبشتري برضو في 5 دقايق يعني. هو كان بيصح في اللعيبه والحمد لله اديت له احسن لعيبه، والحمد لله كان مبسوط وكل حاجه بره بمنتهى السلام، واداني فلوسي وكل و100% تعامل معايا باخر شياكه واخر رقي، وما شفتش منه حاجه وحشه في التعامل خالص. وطبعا محمود الخطيب ما شفتش منه ابدا الا كل خير كل خير. من افضل رئيس نادي في تاريخ مصر؟ حسن حمدي. بس محمود الخطيب جاي دلوقتي كمان، انا شايف ان هو يعني ماشي على نفس النهج وبيعمل حاجات جامده، بس حسن حمدي ده اسطوره. اكتر شيء ندمت عليه خلال فتره تواجدك في سموحه؟ لا انا مش ندمان على حاجه، مش ندمان. انا في طبعا ناس كنت فاهمها غلط طبعا، بس عادي دي الحياه الدنيا، انا مش ندمان ما ببصش كده يعني. كل يوم كل يوم يوم جديد، انت خدت بالك؟ خلاص انا بنسى اللي ورا ما بشيلش.